أعزائي ومشاهدي قناة الريد، قناة الشياطين الحمر الريد ديفلز، أعزائي المشاهدين من صالة نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر بجمهورية مصر العربية، معكم كابتن محمد البرهامي من الصالة المغطاة بنادي الصيد الرياضي للتعليق والوصف التفصيلي ونقل أحداث نهائي بطولة الجمهورية لتنس الطاولة كرة الطاولة للسيدات. المباراة أعزائي المشاهدين، يمكن مراسم بدء المباراة بدأت منذ لحظات قليلة، المباراة بين العظيم أبدا ودائما النادي الأهلي مع نادي الزمالك. أعزائي المشاهدين، المباراة نهائي الجمهورية، نهائي كأس مصر لتنس الطاولة للسيدات موسم 2018-2019. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي المباراة بدأت بنزول اللاعبات من النادي الأهلي، مروة هشام الهضيبي هتلاعب من نادي الزمالك فرح حسن عبد العزيز. دي المباراة الأولى اللي هتبدأ بعد دقيقة أو دقيقتين من الإحماء والتسخين. عايز حضراتكم كده تشدوا الحزام وكله يستعد، كله ينتبه، كله يركز، نهائي كأس مصر لتنس الطاولة لحظات وتبدأ المعركة، لحظات وتبدأ المباراة. نتابع ونشوف مع بعض حكام اللقاء. أعزائي المشاهدين، كابتن بسيم السروجي حكم دولي بيرفع ايديه بيبدأ المباراة، ومعاه نبيل صبيح. لا شيء كل البداية أهلوية، يمكن شفنا فرح الحقيقة في اللمسة الأولى بعد الإرسال. التوتر لسه في بدايته، لسه المباراة لا شيء واحد، كرة معادة، فرح على الإرسال، بتتعادل فرح لاعبة نادي الزمالك، ولكن بينتقل الإرسال إلى لاعبة النادي الأهلي مريم هشام الهضيبي. 1-1. واحد اثنين، التقدم زملكاوي. دي بداية المباراة، لسه ما حدش يقدر يتنبأ بأي حاجة. زي ما انتم شايفين، زي ما حضراتكم متابعين، 2-2 التعادل للمرة الثانية في بداية الشوط الأول في بداية المباراة الأولى. ينتقل الإرسال إلى لاعبة نادي الزمالك فرح حسن عبد العزيز. 2-2، وزي ما عملت فرح في النقطة الأولى، القلق والتوتر في إعادة الإرسال، مش قوة الإرسال، ولكن مهم جدا أحيانا اللاعب وهو بيرسل الإرسال بيلعب الإرسال بيبقى فيه توتر بيغلط، ولكن 3-2. كرة ولا أجمل ولا أروع من فرح عبد العزيز لاعبة نادي الزمالك، تتقدم 4-2، ولكن يا ترى يا هل ترى، هنشوف. مروة شامل هضيبي على الإرسال 2-4، آخر بطولة الجمهورية مروة رقم 2، البطولة اللي قبلها بطولة الجمهورية السابقة من شهرين تقريبا اللي اتلعبت على ملاعب نادي سبورتنج الرياضي. مروة الهضيبي المركز الأول، وادي الحماس بدأ، وادي اللي بقول لحضراتكم واحدة واحدة كده مع بعض، هنتابع ونشوف الملحمة، هنتابع ونشوف الأداء القوي والأداء هنقول بقى الأداء الإيه الرجولي، ولكن من آنسات تنس الطاولة. فرح عبد العزيز و5-3. وتمويه من فرح لمرة من المرات في منتصف الشوط الأول، لتاني مرة يمكن تستعمل الضربات الخلفية الباك هاند وتركز على انها تبعد الكرة عن الباك هاند او الضربات الخلفية بالنسبة لمروة. تمويه في تنس الطاولة احد المهارات الاساسية، وادي المرة دي يمكن هي ضربت الكرة بمنتهى القوة والسرعة بالباك هاند، الكرة ما لحقتش مروة انها تستعد الحقيقة وتقدر تعيد الكرة مرة اخرى للطاولة، ليتسع الفرق لأربع نقاط في بداية الشوط الأول
وثلاثة سبعة وادي الارسال ونط وهجوم وهجوم متواصل على الشبكة. أربعة سبعة بتحمس نفسها مروة الهضيبي وبتحاول. أربعة سبعة خمسة سبعة نقطة كمان تقلص الفارق من أربع نقاط إلى نقطتين فقط. لسه بدري، تنس الطاولة لا يمكن أن تتنبأ بفوز أي لاعب أو لاعبة بالشوط أو المباراة إلا مع نهاية آخر نقطة في المباراة. نشوف يا ترى هيبان قدامنا. فرح عبد العزيز لاعبة نادي الزمالك على الإرسال وسبعة خمسة. كابتن بسيم السروجي طلب من فرح عبد العزيز انها تجيب الفوطه تحطها جنبها، ما تروحش بعيد عشان ما تضيعش وقت. طبعا المباراه ليس لها زمن ولكن علشان استرسال في طريقه اللعب. خمسه سبعه او سبعه خمسه وثمانيه خمسه. بقول لحضراتكم فرح عبد العزيز لعيبه نادي الزمالك هي المصنفه رقم واحد على مصر. اخر تصنيف هي اللعبة رقم واحد على مصر. 8-5 وادي الضربات بقى ايه القوية المميزة جدا جدا لمروة الهضيبي، بتقدر انها برضو تهاجم. على فكرة مهارات مروة الهضيبي واختها كمان مريم الهضيبي مميزين جدا 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 بالتعامل مع الضربات الباك هاند. يا سلام يا سلام، ولا اروع. بقول لحضراتكم يمكن المعركه بدات بدري شويه، ممكن نشوف ثلاث اشواط وحد يكسب ثلاثه لا شيء، حد يكسب ثلاثه واحد. هل ممكن نشوف خمس اشواط؟ اه طبعا ممكن. بقول لحضراتكم تابعوا معايا مباراه لا يمكن التنبؤ من نتيجتها، المعركه بدات بدري. نشوف الكابتن طارق فوزي المدير الفني لسيدات النادي الاهلي بيطلب من الكابتن بسيم السروجي، في حد بيتحرك او حاجه مش بيخلي اللاعبه تخش في كامل التركيز. كره معاده، كره ما تلمس اطراف الشبكه او مجموعه الشبكه في اثناء الارسال تعاد. كره معاده ادي مره ثانيه وثالثه ورابعه وللصبح، ما فيش مشكله خالص. كابتن بسيم السروجي رفع ايديه، كره معاده ومروة الهضيبي 6-9. وادي الهجوم الجميل، طبعا الضربات الاماميه، يعني انا قلت من شويه عندها قوه في الضربات الباك هاند الخلفيات، الكره قويه جدا، يعني بتحاول فرح انها تبعد عن الضربات القويه الباك هاند لمريم عفوا لمروة. ولكن طبعا توينز توأم مريم ومروة، ولكن اللي قدامنا مريم. شوفوا حضراتكم الشد العصبي، شوفوا حضراتكم بقى ايه اللي ممكن يحصل هنا. فرح عبد العزيز بتقرب وبتعتمد على ضربات خلفيه دخلت بالمضرب في الطاوله، ممكن تكون الجلده اتقطعت. هنا ايه القانون بيقول ايه هنا؟ اذا الجلده اتقطعت حكم المباراه هيقوم يشوف بنفسه اذا كانت هذا القطع اللي حصل في جلدة المضرب اذا اثر على المضرب او على لمسة الكورة اللي بتيجي فيها الكورة بتيجي في المكان اللي فيه المكان المقطوع في الجلد. في الحالة دي يتغير المضرب، لكن واضح ان هو شاف المضرب وقال اوكي تلعب مفيش مشكلة. ولكن وصلنا لنقطة واحدة فرق، ولكن ما زالت فرح عبد العزيز متقدمة لنادي الزمالك 9-8. يا سلام يا مر، يا سلام يا مريم، الاثنين توأم لو حطيناهم جنب بعض، بس ايه يمكن مريم مش محجبه، مروه محجبه، هم حرين براحتهم خالص. ولكن تعال هنا نشوف التعادل لثالث مره في المباراه 9-9. 9-9 مين هيقدر ياخد نقطتين متتاليتين ليفوز بافتتاحيه المباراه والشوط الاول؟ مريم على الارسال و9-9. يا ولد يا ولد يا ولد، طبعا هنقول ايه تشجيعنا كله كده، يا ولد يا ولد يا ولد، هنقول ايه يا بنت يا بنت يا انسه، مفيش الكلام ده. رجوله في الاداء، قوه في الاداء. 10-9 جيم بوينت، ننزل ونتابع. 10-9 وقدرت فعلا تنهي الشوط الاول، قدرت تحصل وتحصد
وتفوز بالشوط الأول لتكون المقدمة للرد للشياطين الحمر للنادي الأهلي. الشوط الأول أعزائي المشاهدين بصعوبة بالغة الحقيقة من مريم هشام الهضيبي، ولكنها بتفتح الطريق، بتفتح البوابة أمام زميلتها من النادي الأهلي في المباراة الأولى. في الشوط الأول زي ما قلت لحضراتكم ممكن نشوف 5 أشواط. ليه؟ عدينا شفنا فرح في لحظة راح منها الشوط. أعزائي المشاهدين نروح ونقرب، يا ترى عندنا كوكبة، كوكبة مستر زانج، مستر زانج الخبير الصيني واقف بيتابع مع الكابتن طارق فوزي المدير الفني لفرق سيدات النادي الأهلي، معاه الكابتن أحمد تابعنا مع بعض وشفنا مريم الهضيبي بين الأشواط. كل لاعبة بتتجه للجهاز الفني للنادي بتاعها. شفنا كابتن طارق، كابتن طارق فوزي المدير الفني، وكابتن أحمد عياد المدرب المساعد، وشفنا قاعد كمان بيتابع وبيشد عضد اللاعبات كابتن سيد لاشين أسطورة تنس الطاولة في النادي الأهلي. ننزل ونشوف ونتابع مروة ومريم. هنقول مريم الهضيبي الشوط الثاني وعلى الإرسال ولا شيء اثنين. يمكن بنلاحظ مريم طبعا لسه يعني لسه مركزة ومشدودة من الشوط الأول، لسه ما جمعتش تاني علشان تدخل على الشوط الثاني. فرح على الإرسال واثنين لا شيء. وادي بقول لحضراتكم تميز، تميز وانفراد الحقيقه معروفه ومميزه جدا 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 مريم هشام الهضيبي بالضربات الخلفيه القويه جدا، بلوك الاتاك من على الطاوله بتحسن النتيجه وفرح على الارسال 2-1. ثلاثة واحد ينتقل الارسال للاعبة النادي الأهلي مريم هشام الهضيبي على الإرسال 1-3. كرة رائعة جدا ولا أروع ولا أجمل، بلوك بالفور هاند من فوق الطاولة، نقطة جميلة جدا من أقصر مسافة ومن أقصر مكان على الطاولة، تحسن النتيجة مروة الهضيبي 2-3. ادي الكرة اللي بقول لحضراتكم عليها، مريم الهضيبي عندها بقول لحضراتكم من اقصر نقطة من اقصر مكان بدقة متناهية بتقدر تخلص الكرة من فوق الطاولة عشان تحسن النتيجة لأول مرة في الشوط الثاني وتتعادل 3-3. زي ما قلت لحضراتكم ينتقل الإرسال لفرح عبد العزيز. كل لاعب أو كل لاعبة بتلعب إرسالين متتاليين. والكرة دي يعني غريبة شوية على تنس الطاولة، إنما الكرة ما جاتش على الطاولة أصلاً، الكرة فرح هجمة الكرة وكان مضرب مريم قريب من الطاولة ولكن بره الطاولة والكرة في ارتفاع. إذن الكرة لصالح مروة لتتقدم لأول مرة في الشوط الثاني على فرح 3-4. طبعا كرة جميلة جدا من كلتا اللاعبتين، حاولت كتير جدا جدا الحقيقة مروة انها تنهي الكرة، دفعت ببسالة الحقيقة فرح عبد العزيز، ولكن ما زال الشوط في الملعب والنتيجة 4-4. مروة على الإرسال الحقيقة كرة صعبة، وأدي عتاب ذاتي من مروة الهضيبي ان هي دايما مش بتحب تحط الكره بالراحه، مش بتحب تلم الكره بالراحه، دايما بالباك هاند بتضرب الكره بمنتهى القوه الحقيقه. 4-5. طبعا بنقول نتيجه اللاعب
او اللاعيبه اللي معاها الارسال. طبعا كره جميله فيها تمويه الحقيقه من فرح عبد العزيز لتتقدم مره اخرى 6-4. يا ترى يا ترى هنشوف ونتابع مروه الهضيبي لاعيبه النادي الاهلي هتقدر تعيد هذا الفارق مره اخرى. زي ما قلت لحضراتكم فرح بتهاجم، مروه عندها دفاع قوي جدا جدا جدا، يمكن مميزه جدا بالدفاع القوي اللي هو ايه الهجوم من اقرب نقطه على الطاوله، ولكن النقطه لصالح فرح. يتسع الفارق لثلاث نقاط. يا ترى مريم الهضيبي وانتهى التركيز 4-7. وفعلا نقطة جميلة سبن بسبن، ده بقى لعب الرجال، يعني الضربات الأمامية القوية دي من أقرب مسافة من أقرب نقطة من على الطاولة. اللعيب بيستنى الكرة، اللعيب اللي بيهاجم واللعيب اللي قصاده بيهاجم، ما فيش حد مدي للتاني فرصة انه يتهنى بالكرة، انه يقدر يلعب الكرة بسهولة، كل واحد بيقاتل ونفسه في النقطة. وفعلا مريم تحسن النتيجة. يا سلام، الله الله الله، كرة ولا أروع، كرة ولا أجمل من فوق الطاولة. مريم خدت الكرة من على الطاولة ايه بعد الإرسال، ايه مفيش أجمل ولا أروع من كده. 6-7. كان لازم تصبر شوية. هنا الكرة بعيد عن إيديها، خرجت الكرة بره الطاولة شوية. كانت يا دوب ممكن مطلوب منها إنها تحط الكرة شوية بس على الطاولة عشان تعدل جسمها تاني على الطاولة. 8-6. تسع الفارق مرة أخرى لنقطتين، ولكن مش مشكلة مش مشكلة. نشوف مروة الهضيبي فرح عبد العزيز على الإرسال 8-6. ده استعجال كده مروة، هي زعلانة من نفسها، بتبص لمستر زانج، بتبص الكابتن طارق فوزي، يعني عتاب ذاتي كده بس بالنظرات إن هي غلطانة، استعجلت إنها تهاجم الكورة، الكورة لسه ما طلعتش بره الطاولة. تصبح النتيجة 9-6. تسعة سبعة، برضو فرح بتستعجل، استعجلت جدا، عايزة تخلص الكرة، تبعد الكرة بعيد عن ايدين مروة، عن ايدين مريم. ما تزعلوش مني لان طبعا انا عارف مريم ومروة ولادنا وبناتنا في النادي الاهلي، لكن هم التوينز التوأم والشبه بينهم. يا خسارة 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 كبيرة جدا، نقطة سهلة ونقطة كانت يعني الأقرب لتقليص الفارق، كانت متحكمة ومتمكنة من الكورة، لكن الاستعجال الأعصاب. 7-10 7-10، عندها ثلاث مرات جيم بوينت من أول كورة. فرح عبد العزيز بتفوز بالشوط الثاني 11-7، بتتعادل مع مريم هشام الهضيبي 1-1 في الأشواط، الشوط الأول الشوط الثاني 1-1. هنشوف، بقول لحضراتكم المباراة لسه بدري، مباراة ماراثونية في نهائي سيدات تنس الطاولة لكأس مصر. هنشوف، أعتقد إن احنا ممكن نشوف 3-1 أو 3-2، ويعني أعتقد إن المباراة صعبة مش سهلة، لكن مروة في مشاركة جادة ليها الحقيقة، هي لاعبة النادي الأهلي تحت 18 سنة وبتلعب مع السيدات بعد مجهود كبير جدا جدا حققته الموسم الأخير ده اللي احنا لسه بننهي، واحنا بننهي هذا الموسم. قلت لحضراتكم مروة هشام الهضيبي فازت ببطولة الجمهورية، المركز الأول لفردي السيدات، المركز الأول لفردي السيدات. برضه بغلط في اسمها معلش، مريم فازت ببطولة الجمهورية لفردي السيدات بنادي سبورتنج الرياضي، ومنذ يعني 3 أسابيع استطاعت أيضا أن تصل للمباراة النهائية
في بطولة الجمهورية السابقة والتي أقيمت بصالة اتحاد الشرطة الرياضي، فازت بالمركز الثاني، وده إنجاز كبير جدا 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 يحسب ليها ويحسب للجهاز الفني والنادي الأهلي. تلقت التعليمات وهنشوف ده في المباراة الثالثة على الإرسال فرح عبد العزيز، ونشوف الشوط الثالث أعزائي ومشاهدي ومحبي قناة النادي الأهلي في كل مكان، بنتابع مع بعض اللي لسه جايين قدام الشاشة المباراة، مباراة نهائي كأس مصر لتنس الطاولة للسيدات بين النادي الأهلي طبعا بالزي والتيشيرت الأحمر اللون المفضل والمميز دائما للنادي الأهلي، ولاعبة نادي الزمالك فرح عبد العزيز. على الإرسال فرح عبد العزيز ولا شيء واحد. هي دي بقول لحضراتكم، هي دي مريم واخت مروه، هي دي بتلعب بروح الفانيلا الحمراء، بتلعب بقوه شخصيه لاعبات تنس الطاوله بالنادي الاهلي. اتنين لا شيء، واضح ان في تعليمات فعلا في تغيير اسلوب مريم في هذا الشوط. بتدي الكرة مرة واثنين لفرح، بتقول لها خدي هجمة عليا، عشان هي عندها قدرات لتخليص الكرة زي ما بقول لحضراتكم وإنهائها بالضربات الخلفية. واضح التقدم في الشوط الثالث 3-0. حاولت تأثر الكرة لكن يعني اللمسة بتفرق قوي، مش عايزة تطول الكرة، مش عايزة الكرة تطول عشان فرح ما تهاجمش، مش مشكلة، مسموح جدا ان طبعا اذا رباط الحذاء اتفك ان الحكم بيديها الحق ان هي تربط الحذاء في الملعب. مش حركات، مش طريقه للتلاعب باعصاب فرح عبد العزيز لعيبه نادي الزمالك. 1-3 فرح عبد العزيز على الارسال، و1-3 وفعلا واضح ان التعليمات الصادرة لمريم هشام الهضيبي انها تدي الكرة لفرح، اديها الكرة، وصل لها الكرة، خوف من فرح انها تهاجم عشان عارفة قوة ضربات مريم الهضيبي. 1-4 شفتوا الرد فعل ده؟ في كده؟ طبعا في كده، مرة واثنين وثلاثة، قدرات مريم الهضيبي لعبة النادي الأهلي، هتشوفوا منها الشغل ده كتير، إمكانيات ومهارات مكتسبة. بقول لحضراتكم مريم هشام الهضيبي من مواليد 5/4 سنة 2000، عندها 19 سنة تقريبا. يا زي ما شفنا، يمكن الحظ يبتسم لفرح ويعطي ظهره الى مريم في النقطة السابقة. الحقيقة الكرة لمست الشبكة وطلعت بره الطاولة، وتصبح النتيجة 5-2. بقول لحضراتكم في تغيير في تكتيك اللعب، واضح ان في تعليمات انها بعد الارسال ما تهاجمش الكرة بسهولة او على طول، مطلوب منها انها تحط الكرة، تديها الكرة عشان هي تبدأ تقوم تعمل الهجوم المضاد. فرح بتحسن النتيجة ولكن ما زالت المقدمة حمراء، ما زالت المقدمة للنادي الأهلي. بقول لحضراتكم فرح بتهاجم الكرة من نص الطاولة أو من على الفور هاند بالباك هاند، مطلوب من مريم إنها تضغط شوية بالكرة في وسط الطاولة أو على الفور هاند، وتستنى شوية الكرة تطلع بره الطاولة. النتيجة ما زالت 4-5 لصالح مريم الهضيبي لعيبه النادي الاهلي. بقول لحضراتكم بتديها الكوره، هي مش مطلوب منها تهاجم الكوره. واضح مستر زانج بيشاور لها من بعيد، كابتن احمد عياد بيقول لها زق الكوره، وصل الكوره. كابتن طارق فوزي نفس الشيء في نقاش جانبي كده مع كابتن سيد لاشين على الدكه. زي ما قلت لحضراتكم بالظبط هو كده، ادي الارسال بطيء وقصير، في لفة بسيطة كده بناحية الفور هاند، مش مهارة فرح الاستقبال بالفور هاند، طلعت الكورة برة عشان يتسع الفارق لثلاث نقاط في الشوط الثالث لصالح مريم الهضيبي، لتصبح النتيجة 7-4.
زي ما حضراتكم شفتوا وخدتوا بالكم معايا، التركيز واضح، الخطه واضحه، التعليمات واضحه، وكابتن طارق بيشاور لها من بعيد بقول لها بس كده، انا مش عايز اكتر من كده، وانا مش عايز اكتر من كده، انا يعني انا كمان عاوزها تعمل كده، لان هي دي الطريقه، هي دي الخطه اللي تقدر بيها ازاي تشل حركه المنافس، ازاي توقف مهاراته، ازاي نقاط القوه عنده، ازاي توقف نقاط القوه عنده وتركز انت ان انت تكسب الكوره. 4-8. شوفوا حضراتكم بتيجي بجسمها علشان تهاجم الكوره بالباك هاند. بتموه وتحط الكوره بعيد عن ايدين مريم الهضيبي، تحسن النتيجه فرح ل 5-8، ولكن ما زالت المقدمه للنادي الاهلي 8-5. فرح على الارسال و 5-8. زي ما بقول لحضراتكم مستر زنجي بيقول لها لا حط الكوره بس، استقبل الكوره بزقه بسيطه، لمسه بسيطه على الفور هاند بس. يعني اللعيب احيانا يعني بيسرح، بيبقى نفسه يخلص الماتش، بيبقى نفسه يكسب الكوره، بيبقى ما بيستعجل شويه. مروه الهضيبي على الارسال و 8-6. يس زي ما شفتوا الهجوم المباغت المضاد القوي المميزه به مريم الهضيبي لاعبه النادي الاهلي، حسن النتيجه ل 9-6. هو ده الكلام، هو ده الكلام. اللي تكسبه العبه. 10-6، 4 نقاط، ماتش جيم بوينت لصالح لاعبه النادي الاهلي مريم الهضيبي على الارسال فرح عبد العزيز لاعبه نادي الزمالك، و 6-10 متاخره ب4 نقاط. بقول لحضراتكم هو ده التميز اللي فيه فرح. هنا مطلوب ان تفضل مريم على التعليمات المدربين، انها تأثر الكرة، تستقبل الكرة بهدوء. زي ما شفتوا حضراتكم كرة في نص الطاولة، الكرة على الفور هاند يمين فرح عبد العزيز لعبة نادي الزمالك، قدرت الحقيقة الشوط ده مع تغيير الاستراتيجية الخطة متعلم، عندها 4 مدربين واقفين، يا ساتر مفيش أقوى ولا أجمل ولا أحسن من كده. بقول لحضراتكم انضم إليهم كابتن سيد لاشين نجم تنس الطاولة لرجال مصر وأفريقيا، أسد أفريقيا، الملقب بأسد أفريقيا. أدي الكابتن طارق فوزي وتعليمات مستمرة، وشوفوا التوتر، شوفوا القلق، طبعا مش لعبة، احنا النهاردة وصلنا لنهائي كأس مصر، بطولة كبيرة مؤهلة لبطولة أفريقيا وللدفاع عن اللقب الأفريقي اللي فاز بيه النادي الأهلي الموسم الماضي. وادي التعليمات بقول لحضراتكم كابتن طارق فوزي المدير الفني اكيد بيقول لها العبي بنفس الطريقه، اكيد بيقول لها حطي الكوره على الفور هاند، ما تستعجليش، وبعدين استني الكوره واحده واحده، وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، شاشتكم المفضله شاشه النادي الاهلي. بقول لحضراتكم كل محب الرياضه شاشه النادي الاهلي بتنتظركم دايما على مائده تنس الطاوله لتقديم وجبه دسمه جدا 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 من ارفع مستوى في تنس الطاوله في مصر. هنشوف ونتابع. مطلوب من مريم الهضيبي انها تكمل ان شاء الله وتقدر كمان تفوز بالشوط الرابع، هي دلوقتي متقدمه على فرح عبد العزيز لاعبه نادي الزمالك 2-1. تخيلوا حضراتكم مريم بدات اللعب وهي عندها 8 سنين، تخيلوا حضراتكم يعني بقى لها 11 سنه بتلعب تنس طاوله عشان تصل لهذا المستوى الفذ. بدا الشوط الرابع، بدات المعركه من اول وجديد، خدنا ريست، خدنا راحه بسيطه عشان نشوف هنعمل ايه من اول وجديد، هل اللي احنا ماشيين بيه، هل فرح هتعمل حسابها وتحاول تتاقلم مع الفكر الجديد والخطه، ولا التعليمات الجديده اللي خدتها مريم زي ما احنا شايفين بتضغط بالباك هاند، حركت فرح عبد العزيز شمال الطاوله وبعدين يمين الطاوله، شويه ناحيه الشمال، شويه ناحيه اليمين، وزي ما احنا شايفين بتطلب الجهاز الفني لنادي الزمالك
طلب وقت مستقطع في بداية الشوط الرابع وفي أول نقطتين. يعني دايما المدربين المديرين الفنيين بينتظروا لثلاثة لا شيء، 3-1، 4-0، 4-1، 5 أحيانا، يقول لك أصبر شوية أما أشوف المباراة ماشية إزاي. ما فيش مشكلة، وقت مستقطع مدته 60 ثانية لتجديد النشاط، لتعديل الفكر تاني، اللعيب اللي بيسرح يرجع تاني، ما تنساش، يبدأ المدرب يتكلم. طب هي مرو مريم الهضيبي راحت لكابتن طارق، ما هو الوقت المستقطع يستفيد منه كلتا اللاعبتين، وكذلك في مباريات الرجال بيديها كلام، بيقول لها زي ما قلت لك، واضح تعليمات، زي ما اهدي شويه. كابتن احمد عياد بيتكلم، كابتن سيد لاشين بيتكلم، طب واحد يقول لي الله، يعني هي تسمع لمين ولا لمين؟ تقريبا بيبقى الفكر واحد تقريبا. الحماسه دي مطلوبه جدا 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 لتدعيم فكر اللاعب واعطاء الثقه، مطلوب. وطبعا لا يقلل من امكانيات اي مدرب انه يتكلم، او سيد لاشين حط الكره، وبص حط الكره، اللمسه بايده دي، اللمسه السحريه بتاعتك يا ابو السيد. سيد لاشين طبعا نجم نجوم تنس الطاوله بالنادي الاهلي والوطن العربي والقاره الافريقيه، بطل افريقيا، بطل العرب، بيقول لها لمسه بسيطه كده. وما ادراك ما اللمسه البسيطه، وما ادراك ما العمر الطويل عشان تعمل اللمسه البسيطه. اداها وقدود مريم الهضيبي، ونرجع من الوقت المستقطع. ونقطه كمان، استفادت فرح من الوقت المستقطع؟ طبعا لا. استفادت مريم؟ طبعا استفادت مريم، زي ما احنا شايفين 2-1، وادي 3-0 في الشوط الرابع. بتحمس نفسها وبتتنطط وبتنط، طبعا بتحمس نفسها عشان تكمل. ولا شيء تلاقي، بقول لحضراتكم الكوره دي احدى مميزات مريم الهضيب، لكن الكوره كانت جوه جسمها شويه في نص الطاوله، على الخط الابيض اللي في نص الطاوله. برضو فرح بتهاجم بضربات الباك هاند، التوب سبين كانت صعبه، طلعت بره الطاوله. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ شفنا الرالي، شفنا الضربات الجميله، شايفين دينا علاء مشرف نجمة مصر ومحبوبة ومعشوقة الجماهير، معشوقة مصر والنادي الأهلي، بتشجعها، عارفة قيمة النقطة اللي فاتت. 3-1، 4-1، غير 3-2. يا صعب والله، حلوة والله حلوة. هقول لك إيه، مفيش أحلى من كده، توب سبين ولمسة جميلة سحرية بإيه؟ يعني مفيش من جنب الطاولة وإيه بآخر أطراف المضرب، بتعمل دوران قوي جدا توب سبين، ولكن زاوية المضرب كانت مفتوحة شوية، الكرة تلعب بره الطاولة. لسه 4-2، ولكن فرح بتحسن النتيجة لـ2-4. على الإرسال فرح عبد العزيز لعيبة نادي الزمالك والاستقبال. الله، شفتوا، بقول لحضراتكم البداية حلوة، يبقى الإيه؟ النهاية أحلى. 2-4، 2-5، أثرت الكورة زي ما سيد لاشين قال لها، حط الكورة قصير على الفور هاند. أحلى كلام وأحلى تنفيذ، مش بسهولة، مش بسهولة إن المدرب أو المدير الفني يقول للاعب أو اللاعبة اعمل كده، لا، تمرين شاق، استعجال. هي الكورة دي هو قال لك، سيد لاشين وكاب مستر زنج، كابتن أحمد عياد، كابتن طارق فوزي، المدير الفني بيقول لها إحنا ما قلناش كده، المسك الكورة بس في استعجال. طبعًا طبعًا يا جماعة، كاس مصر، كاس مصر مهمة قوي، مستنيه الدولاب في النادي الأهلي إن شاء الله. مروة الهضيبي على الإرسال، و5-3. يا إرسال طول، حتى مروة بتبص لهم زعلانة، مريم الهضيبي زعلانة، مريم زعلانة إن الإرسال طول شوية، هي حاولت تغير مكان الكرة، الكرة طولت، ما صدقت فرح. و5-4. هو ده رد فعل كابتن احمد عياد مدربها، ولد طبعا بيشجعها، نقطه مهمه جدا 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 في منتصف الشوط الرابع للمباراه الاولى. 4-6، مريم الهضيبي متقدمه في الشوط الرابع 6-4، وعلى الارسال لاعبه نادي الزمالك فرح عبد العزيز 4-6. هو ده الكلام واحلى كلام. يا سلام يا سلام، زي ما قلت لحضراتكم، لمسه سريه جميله اللي قالها عليها سيد لاشين. طبعا هي هتاخد تعليمات احلى من كده فين؟ سيد لاشين
خد لها لمسه صغيره مره واثنين وثلاثه، ما تديش فرصه لفرح انها تهاجم. فرح استعجلت طلعت الكره بره واربع ساق. يا شوف مريم هجمت فعلا على الكوره، فجاه هجمت الكوره بمنتهى القسوه منتهى القوه، ولكن استعداد فرح عبد العزيز يعني بصراحه جابت كوره صعبه جدا، ولذلك وقفت تستغرب جدا مريم لعبت النادي الاهلي. وادي وقت التنشيف استخدام الفوطه المنشفه، وعلى الارسال لعبت النادي الاهلي مريم الهضيبي وسبعه خمسه. زي ما بقول للحضره شفتوا الكلام، هو ده الكلام، العب اسمع الكلام وبص للمدرب وكانهم بيبهزوا لها براسها كده، وعلامه الرضا عليهم كلهم ان كده تمام وكده 100 100. طب 8-5 عايزين كمان نقطه ولا نقطتين ثلاثه ان شاء الله ننهي الشوط. وفعلا نقطه مهمه جدا جدا جدا، بتوسع الفارق ل9-5 واربع نقاط متتاليه. صعب جدا بسهوله ممكن تلم الدور وتلم الجيم وتلعب تلم النقاط فرق النقاط ده كله، والله وارد يعني احنا مش عايزين ايه نتشائم ونتكلم كده، انما بسير المباراه انا شايف انه صعب. مركزه قوي 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 مريم الهضيبي وخمسه تسعه. حلو قوي حلو قوي حلو، بلعبها معاك يا بنتي والله والله بلعبها معاك. كابتن طارق فوزي بيرفع ايده مش بيقول لها شهاده لا اله الا الله، بيقول لها نقطه كمان واحده كمان 5-10 جيم بوينت وماتش بوينت، عندها خمس مرات خمس كرات متتاليه ماتش بوينت. وفعلا بتنهي الشوط وفرحانه بتشد على ايديها. سيد لاشين قال لهم سيبوني بقى اقوم اروح اشوف اللي ورايا، اتشديت اعصابي اتشدت. بنقول الف الف مبروك لمريم هشام الهضيبي بالفوز بالمباراة الأولى، فازت بالشوط الرابع 11-5 تقدم وتميز بنتيجة الشوط الأول. انفراد انفراد أداء قوي، بتفوز على مين؟ على فرح عبد العزيز المصنفة الأولى لآخر تصنيف أصدره الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة المحاسب معتز عاشور. فرح عبد العزيز لاعبة نادي الزمالك هي المصنفة الأولى على مصر. مريم الهضيبي بتقول لها لا أنا جاية أنا المستقبل. قدرت فعلا إنها تفتح المباراة تفتح الباب للنادي الأهلي، علشان إحنا كده خدنا حتة من الكاس، الغطاء الإيدين القعدة، المهم إن إحنا خدنا حتة كبيرة من الكاس، فتحت الماتش. وإن شاء الله إن شاء الله بنقول في نهاية المباراة ألف 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 مبروك للنادي الأهلي بإذن الله بالفوز لما ترجع لاعبتنا إن شاء الله بكأس مصر موسم 2018-2019. مع بعض أعزائي المشاهدين بننتظر ملحمة ملحمة الماتش اللي جاي ده، ملحمة اللي خايف يروح، اللي أعصابه تعبانة المتوتر يسيب الشاشة شوية ويبعد، يخلي حد من البيت يتفرج معاه ويقول له أنا أعصابي مش هتستحمل الماتش ده. ليه؟ الله عليكي بقى الله عليكي. هنشوف مين يسرى أشرف حلمي، أحد إنجازات أحد مواهب تنس الطاولة المصرية الأهلوية، لأنها بنت مين؟ بنت كابتن نهال مشرف. وما أدراك ما نهال مشرف، التاريخ العظيم لأسرة مشرف. وبنت مين؟ المدير الفني للمنتخب المصري القومي لسيدات تنس الطاولة، يعني هي بنته ومعاه في المنتخب في منتخب مصر يسرى أشرف حلمي. طب نشوف يا ترى ايه اللي هيحصل هنا. طب ايه صعوبة المباراة؟ ايه القوة في المباراة؟ المباراة هنا قوية جدا، لأن يسرى أما تنهي الشوط إن شاء الله تنهي المباراة طبعا الأهلي هيتقدم بشكل كبير جدا 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 نحو الفوز بالكأس مصر إن شاء الله والاحتفاظ باللقب. طيب هي بإيه الصعوبة في المباراة اللي بقول لحضراتكم عليها؟ الصعوبة أعزائي المشاهدين محبي قناة النادي الأهلي في كل مكان، محبي معشوقة الجماهير الكرة الساحرة المستديرة، عايز أقول هنا إن الكورة اللي عندنا هي كورة صغيرة شوية لكن صعبة جدا، هي الأصغر، هي
هي كرة تنس الطاولة، ليست كرة السلة الأكبر والأضخم، ليست كرة القدم الأروع والأمتع، ليست كرة اليد الأعنف والأجمل، ليست الكرة الطايرة الأشيك الأمتع، ولكنها تنس الطاولة. تنس الطاولة كل الناس ممكن تلعب كرة قدم، كل الناس ممكن في شهور تقدر تلعب تنس طاولة، لا سنين سنين. ليه بقى أنا بتكلم على السنين؟ عشان أنتوا قدامكم دلوقتي، قدامكم دلوقتي بطلة من تراس فريد، ريم خالد العراقي. طب مين ريم خالد العراقي؟ هي بتلعب دلوقتي المباراة أمام لاعبة النادي الأهلي، ولكنها ابنة من أبناء النادي الأهلي، تفصيل النادي الأهلي. انتقلت في موسم انتقالات حق مشروع، ما فيش مشكلة، وراحت نادي الزمالك، بقى لها 3 سنين أو 4 سنين في صفقة طبعا، وأي مكسب للنادي، لنادي الزمالك. ولكن هنا المباراة بقى المخضرمة، مباراة المخضرمة. ريم العراقي عندها 24 سنة، يسرى برضو قريبة في السن من جيلها 23 سنة. نشوف يا ترى يا ترى مين اللي هيقدر يقدم لنا المردود الجميل للمباراة الجميلة. هما الاثنين يملكوا القدرات المقومات. فعلا بدأت المباراة، بدأت الملحمة، ننزل أرض الملعب ونتابع المباراة، لا نتابع المعركة. البداية حمراء للنادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي. يسرى أشرف حلمي، واحد لشيء واثنين لشيء. هنا عندنا فكر جديد وأداء جديد في المباراة. إيه هو؟ يسرى بتلعب بإيديها اليمين، بتلعب على ريم العراقي بتلعب بإيديها الشمال. تكتيك جديد وفكر جديد. شوفوا حضراتكم موضوع، طبعا كل اللي لعبوا تنس طاولة عارفين، كل اللي لعبوا تنس طاولة عارفين. يعني لو جينا نتكلم على الكابتن أحمد شوبير وهو حارس مرمى، كان دايما يقول لي لزمايله من اللعيبة، أما يبقى في حارس مرمى هيلعب الكرة إيده رجل من على خط ال 18، كان دايما يقول له روح أقف على ناحية رجله الشمال. فأنت كل أشول له استراتيجية للعب. كل احترامنا وتقديرنا لكرة القدم، كل احترامنا لنجمنا المحبوب، نجم الشباك الأحمر، نجم النادي الأهلي كابتن شوبير، ظاهرة من ظواهر الرياضة في مصر والإعلام المصري. 5 لشيء، 5 وخميسة، نبدأ ونشوف افتتاحية جميلة للشوط الأول في المباراة الثانية. يسرى أشرف حلمي، وما أدراك ما أشرف حلمي، وما أدراك ما أشرف حلمي. أشرف حلمي شوفوا حضراتكم بقى، أبوها الكابتن أشرف حلمي مدير الفني لفرق سيدات منتخب مصر، وهو كان بطل مصر وكان في نادي الزمالك. بنته بتلعب فين؟ بتلعب في النادي الأهلي. الست زوجته كابتن نهال مشرف كانت بطلة مصر، أيقونة من أيقونات تنس الطاولة في مصر والوطن العربي والأفريقي، نهال مشرف. خالها الدكتور علاء مشرف رئيس الاتحاد الأسبق ورئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي الأسبق، نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة. الله الله على الكرة دي يا يسرى، هي بتعمل بإيديها كده إن هي يعني عايزة تقول أنا كنت المفروض التمويه بتاعي يكون في دقة أكتر من كده، أقفل إيدي شوية. نشوف النتيجة 2-6، ريم العراقي لعبة نادي الزمالك على الإرسال، وتركيز وتركيز واضح قوي. مرت بإصابة الحقيقة، مرت بإصابة يسرى أشرف حلمي من فترة كده من شهور، وبعدت عن مستواها شوية، لكن ما شاء الله واضح انها متحكمة ومتمكنة جدا في شوط المباراة الاول. ريم على الارسال و2-7، زي ما بقول لحضراتكم اهو. شوف يسرى بتقول ايه، لازم اهاجم. طب ليه لازم تهاجم؟ لازم تهاجم لان الهجوم افضل وسيلة للدفاع. طب ايه السبب للهجوم؟ اهو زي ما احنا شايفين حاولت تهاجم ومركزة على الضربات الأمامية الناحية الشمال لريم العراقي، لكن ريم قدرت ترد الكورة بشكل قوي وكويس الحقيقة، قلصت الفارق ل3 نقاط، ولكن ما زالت المقدمة حمراء ليسرى أشرف حلمي. ونقطة كمان، زعلانة تشدت، هي بدأت تتشد، ريم بدأت تركز، يسرى بتتشد لأنها وجدت إن في فارق في النقاط كبير خلاها يعني ايه تسترخي شويه، تهدى شويه. انا اعتقد ان هي هتبدا تركز تاني
تشحن البطاريات تاني، هتركز اهي. بصوا حضراتكم، هو ده التركيز اللي بقول لحضراتكم عليه. ريم على الارسال وخمسة سبعة. حلوة قوي 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 قوي، نقطة جميلة وحساسة، بتديها الثقة تاني، لأنها إيه؟ طلعت بره الطاولة بعيد مترين ثلاثة قول أربعة. الترجيع أو إعادة الكرات من هذه المسافة بيحتاج دقة كبيرة، بيحتاج دوران، بيحتاج قوة، تركيز، وفعلا قدرت تفوز بالنقطة عشان توسع الفارق مرة كمان ثلاث نقاط، 8-5. وأدي مرة كمان، وريم دلوقتي تعاتب نفسها زعلانة، وعلامات الثقة تعود مرة أخرى ليسرى أشرف حلمي. يا جماعة اللعب بالفانيلا الحمراء موضوع تاني خالص. يا سلام يا سلام، أو ده أحلى كلام زي ما قلت لحضراتكم. الكرة ريم ما قدرتش ترجع الكرة كويس، الكرة عليت مكان من إن يسرى عدلت رجليها وجسمها وبجزعها، هي في مكان والكرة في مكان، وعشرة خمسة وجيم بوينت وماتش، وهي شوط وشوط وشوط، وادي الشوط الاول الجيم بوينت، و11 5 الشوط الاول. تتقدم في المباراه الثانيه اعزائي ومشاهدي قناه الريد، الريد مش الليفربول، مش الليفربول، احنا هنقول الليفربول عشان خاطر ابو صلاح، لكن احنا هنا في النادي الاهلي، اللون الاحمر قناه النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين قناه النادي الاهلي، افتح وتمتع، عاوز تتفرج على تنس طاوله افتح وتمتع، ويه واطلع في المدرج، واطلع واتفرج، اقعد في المدرج، اقعد في الاوضه، افتح اقعد في الصالون، افتح اللاب وخش على النت اتفرج، افتح قناه الاهلي في اي مكان دور هتلاقي تنس طاوله ممتعه. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، عندنا صاله في النادي الاهلي ولا اروع، أكبر صالة في الشرق الأوسط، 24 طاولة، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد، لازم تطلع أبطال ونجوم، مدربين على أعلى مستوى. طارق فوزي ابن من أبناء النادي الأهلي. معايا حضراتكم طارق فوزي، كابتن أحمد عياد، تتلمذ في مدارس التدريب في النادي الأهلي، سيد لاشين رحلة إيه؟ رحلة بناء وشقاء في النادي الاهلي، اكتر من 25 سنه بيدي عطاء. وادي نجومنا زي ما قلت لحضراتكم، طلعوا افرزوا لنا ناشئات ونجوم انسات زي يسرى اشرف حلمي، رغم ان بدايتها كانت الحقيقه في ناشئات نادي الزمالك، قلت لحضراتكم ان باباها كان احد لاعبي ونجوم تنس الطاوله في نادي الزمالك، لكن والدتهم نهال مجرف بطلة مصر وبطلة النادي الأهلي، لعبوا في النادي الأهلي هي واخوها محمود أشرف حلمي، بطل مصر تحت 21 سنة، والعاشر على في آخر تصنيف لفرق الرجال، عفوا لفرد الرجال، وده مركز قوي جدا جدا جدا. ننزل أعزائي المشاهدين ونرجع للمباراة. بفكر حضراتكم إن الشوط الأول لصالح النادي الأهلي على نادي الزمالك، يسرى اشرف حلمي وريم العراقي. يا الكره اللي فاتت دي رائعه، حلوه هي، بس بتقول ايه يعني، المسك الكره بسحريه شويه، المسك الكره بدقه شويه. طبعا المضرب هنا ميزان الماز مش ميزان ذهب، اهو نفس اللي عملته دلوقتي ريم، بتشجع نفسها لانها تقدم. طبعا الشوط الاول كانت البدايه 2-7، دلوقتي هي كسبانه 3-2. نشوف يسرى، يسرى هتقول ايه؟ هترد ازاي؟ 3-3. الجهاز الفني بيسقف لها، بيقول لها تمام تمام، يبقى هي دي التعليمات. طب ايه التعليمات؟ برضه وصلي الكوره، ابعدي لها الكوره عن ايديها على الفور هاند. ادي بقول لحضراتكم الكوره دي حلوه قوي من يسرى، بس ايه؟ قريبه من الشبكه، عاليه وضعيفه شويه، لازم تتقل شويه على الكوره، ازاي تزود الدوران شويه في الكوره. واحد يقول لي طب هو ممكن اللعيب يتحكم في القدر وفي قوه الدوران؟ اقول له اه طبعا. وادي نقطه كمان لصالح ريم العراقي، يسرى بتجمع، انا حاسس كده ان هي لسه مشغوله بفوزها بالشوط الاول.
قدرت تفوز بيه بسهولة الحقيقة يعني، وبفارق نقاط. لكن ننسى الشوط الأول ونركز. هديك كرة يا بصراحة حلوة حلوة، قدرت تطلع يسرى بره الطاولة. فرح حطت الكرة بعيد عن ايديها خالص، حاولت يسرى، لكن الكرة الحقيقة ما قدرتش توصل لها بسهولة. 3-6. نشوف يسرى في استعجال، بقول لحضراتكم في استعجال. شوف الوقفة اللي هي واقفاها دي، عدم رضا، هي بعيدة عن الطاولة، لازم تبقى قريبة شوية من الطاولة عشان تقدر تتحكم في الكرة أكتر من كده. ريمي العراقي وسبعة ثلاثة. أربعة سبعة. لسه ريم على الإرسال، 7-4. لسه فارق، لسه في فرق 3 نقاط. تقدر لعيبة تنس الطاولة تلم، تقدر يسرى تلم تاني، تقدر ترجع للشوط والمباراة. هي بعيد زي ما حضراتكم شايفين، هي بعيد عن الطاولة. ده ادى مساحة وادى فرصة لريم انها تحركها بعيد عن الطاولة شوية، ناحية الشمال ناحية اليمين. فلازم، انا شايف ان التعليمات اللي هتاخدها ان هي تقرب من الطاولة شوية، تلعب تهاجم بعد الارسال شوية. هنشوف. 4-8. يا ساتر، مش ممكن. هجمت بشراسة وبضراوة يسرى الحقيقة، لكن كان لازم تهتم اكتر من كده. لازم لما تشوط ترجع لوضعيتها في استعدادها مرة تانية ان الكرة ممكن تيجي. الحظ يلعب لريم، الحظ يبتسم لريم. كرة تلمس الشبكة وفعلا بتتقدم 10-4 في المنعطف الاخير للشوط الثاني. مش مشكلة، لاعبات على مستوى عالي جدا جدا. ريم العراقي على الارسال و10-5. يا ترى يسرى ممكن ترجع؟ نشوف. وادي نقطة كمان، نقطة مهمة جدا 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 في هذا الوقت من الشوط الثاني. تقدر ترجع؟ تقدر ترجع. شفت يسرى في مباريات كتير، في مرة كانت خسرانة 2-10 وتعادلت 10-10 وفازت بالشوط والمباراة. يحصل في تنس الطاولة؟ يحصل. هل ممكن؟ يا مساهل، نتمنى على الله. 7-10. يا رب تكمل. 7-10. الإرسال، حاولت تلعب إرسال سريع ومباغت في جسم ريمي العراقي، لكن الكرة كانت أقوى وأسرع، طلعت بره الطاولة. معلش، بتخسر الشوط الثاني يسرى أشرف حلمي 7-11، عشان تصبح نتيجة المباراة الثانية 1-1 بين ناديي نادي الزمالك والنادي الأهلي. فازت يسرى بالشوط الأول 11-5، وفازت ريم العراقي بالشوط الثاني 11-7. برضو بقول لحضراتكم، يسرى راحت لكابتن طارق والجهاز الفني المعاون، خدي بالك ما تتحركيش، اهوت بيقول لها ما تتحركيش، ركزي في المباراة. يعني طبعا هتبقى برضو متضايقة شوية. معلش، عايز اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي في مباريات المجموعات ضمت النادي الاهلي ونادي المعادي ونادي سموحه. نادي الزمالك لعب مع سبورتنج والزهور وطنطا. طبعا كل فريق اخذ مكانه المركز الاول في مجموعته. النادي الاهلي بعد كده في دور الثمانيه فاز على طلائع الجيش 3-0، وبعد كده قدر نادي الاهلي في مباراه الدور قبل النهائي سيمي فاينل انه يقدر يفوز على نادي سبورتنج في الدور قبل النهائي 3-0، ليصل للمباراه النهائيه ويقابل نادي الزمالك. ننزل ارض الملعب ونتابع الشوط الثالث.
ناشئ اتنين يسرع الارسال. ادي الاستراتيجية الجديدة، ادي الخطة الجديدة، تعليمات انها تهاجم على الفور هاند، ضربات الامامية لريم العراقي. هنشوف يسرى بدأت ريم بتكلم الكابتن ياسر محمد الشهير بياسر حبشة المدير الفني لنادي الزمالك، بتقول له مش عارف ألعب، مش عارف. في هنا تعليمات بتتغير كل شوية في المباراة. حسن النتيجة يسرى، الله يا سلام. النقطة دي من أجمل نقاط تنس الطاولة اللي بيقدر يقوم بها اللاعب أو اللاعبة، عملتها وأدتها بمنتهى الرشاقة، منتهى الانسيابية. يسرى فازت بالنقطة وحسنت النتيجة في الشوط الثالث لثلاثة اتنين. كرة معادة، كرة معادة. كابتن بسيم السروجي بيرفع ايديه، مفيش مشكلة، كرة معادة مرة واتنين وللصبح تعاد الكرة، هو القانون كده لحد ما تلعب ارسال سليم ما يلمسش الشبكة. مريم بتشجع يسرى، 3-2. يسرى زعلانة، كان عندها احساس ان هي محتاجة الكرة دي، محتاجة النقطة دي. 3-2 تبقى 4-2 غير 3-3، انت بتدخل اللعيب معاك في شوط تاني مش مطلوب، انا مش عاوزة كده. 3-3. واربعة تلاتة، بقول لحضراتكم الدورانات بقى والسبنات، توب سبن من اروع ما يكون. ما قدرتش ريم ترجع الكرة تحطها على الطاولة تاني، بتحسن النتيجة يسرى اشرف حلمي لاربعة تلاتة. حلوة قوي قوي، بترفع ايديها، هي حلوة الاداء وحلو الحظ. ماشي يبتسم، ما هو يديك ظهره شوية ويبتسم ليك شوية، مفيش مشكلة. الآن يبتسم الحظ ليسرى أشرف حلمي لاعبة النادي الأهلي والمنتخب القومي، وخمسة ثلاثة. نقطة مهمة قوي 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 في منتصف الشوط الثالث، 6-3. يسرى بترفع ايديها، كابتن طارق فوزي المدير الفني، كابتن أحمد عياد المدرب العام بيرفعوا ايديهم بيشجعوها، عارفين قيمة النقطة اللي فاتت، عارفين قيمة البونت ده، البوينت، قولها زي ما تقولها، المهم 6-3. يا سلام يا سلام على طريقة أشرف حلمي زمان. يسرى بتلعب بنقطة جميلة من بره الطاولة وبتصبر على الكورة وتلف بدوران سايد سبين، الكورة تمشي كده فيها لفة، لفة كبيرة قوي ولكن بالجنب على شكل وهيئة الموزة. ما قدرتش ريم ترجع الكورة، 7-3. بقول لكم هي برضو الجينات يا جماعة، بترجع بجسمها غصب عنها. ريم بتهاجم ولكن يسرى لديها الدفاع القوي، ولسه النتيجة 7-4. الشوط ده مهم جدا 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 في يا سلام، ونقطة جميلة. تخيلوا حضراتكم النقطة بتساوي ايه، نقطة بقت من 7-4 تبقى 8-4. طب لو خسرت النقطة تبقى 5-7، الفارق يتقلص في الحالة إلى نقطتين من 4. عايز أقول لحضراتكم إن إحنا دلوقتي النادي الأهلي متقدم على نادي الزمالك في مجمل المباراة 1-0، ودي المباراة الثانية. يسرى بتحسن النتيجة كمان، وكان بقول لحضراتكم بتكلم ريم العراقي، بتكلم الكابتن ياسر المدير الفني بتاعها، بتقول مش عارف أعملها، مش عارف ألعب. 4-9. حلوة قوي 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 قوي، بلوك. لازم نبقى احنا النادي الاهلي، يبقى احنا الذوق، احنا الجمال، لازم نقول برافو ريم، نقطة جميلة، ولكن اداء قوي جدا 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 لتأدية مهارات الضربات الامامية الفور هاند سبين من يسرى، ولكن كانت مستعدة، كانت مستنياها الحقيقة ريم، لازم تلعب الكرة بعيد عن ايديها شوية. الحظ هنا يدي ظهره لمين؟ ليسرى اشرف حلمي. الحظ ابتسم لمين؟ بيرد، يعني الكره اللي انت خدتيها من شويه انا هاخدها،
هو كده تلمس الطاوله كده كره تاتش، تلمس اطراف الطاوله تيجي في النت وتعدي، تيجي في النت وما تعديش. 9-6 حلوه قوي اهو. شوفوا اللي بقوله لحضراتكم، لسه بقول انا مش بنجم، هي دي تنس الطاوله يا جماعه. سنين عمر طويله 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 عشان اللاعبات، اللاعبات اللي حضراتكم اللاعبتين اللي حضراتكم شايفينهم قدامكم يلعبوا بهذا الاسلوب. لسه عندنا 3 جيم بوينت، 10-7. طب يسرى بتمسح ايديها في الترابيزه عادي، مفيش مشكله، مش من حقها تروح تمسك المنشفه والفوطه وتنشف، وده سلوك عادي في تنس الطاوله. يا الله يا 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 على الحلاوه ويا على الجمال ويا على روح الفانيلا. انهي فانيلا؟ الفانيلا الحمراء، فانيلة النادي الاهلي. بقول زي ما قلت لحضراتكم، زي ما قلت لحضراتكم، يسرى اشرف حلمي بتلعب بتكتيك عالي قوي قوي بمزاج. الحمد لله خفت من الاصابه وقدرت ترجع مره ثانيه لمستواها المعهود، وبتشيل علم النادي الاهلي طبعا التيشيرت الاحمر زي ما حضراتكم شفتوا. بتفوز بالشوط الثاني، بتفوز بالشوط الثاني ليها لتتقدم 11-7 2-1 على لعيبه نادي الزمالك ريمي العراقي. مهم قوي 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 الكلام اللي بيتقال دلوقتي، الكلام اللي بيتقال دلوقتي كلام من ذهب. كل التقدير لنجومنا الاعلاميين الكبار في كل مكان، طارق علام وكلام من ذهب، لكن في تنس الطاوله ولما يبقى الموضوع يتعلق بالدوري او الكاس، عندنا في الاهلي الكلام من الماز. كلام من ايه؟ من الماز. عايز اقول لكم على حاجه، معلش، طارق علام اهلاوي على مسؤوليتي وبيحب النادي الاهلي، واحنا كمان بنحب وبنحب اي حد اهلاوي، والنهارده الظاهر كده الكاس هيجي احمر. انا بقولها لكم اهو، شكله كده احمر. طب ممكن واحد يسالني، طب يا كابتن برهامي اشمعنى الكاس اهلاوي؟ على مر العصور لم يفز نادي الزمالك بكاس مصر على النادي الاهلي. حلوه دي، حلوه دي، وان شاء الله النادي الاهلي يضم الى دولاب ميدالياته ودولاب دروعه ودولاب الكؤوس كاس مصر لهذا الموسم باذن الله تعالى، عشان يبقى وش الخطيب كابتن مصر وكابتن اسطوره كل الرياضات كابتن محمود الخطيب، معشوق الفانيلا الحمراء ومعشوق مصر والله والفانيلا البيضاء وكل الفانيلات اللي في مصر. كابتن محمود الخطيب صاحب كل الفرح اللي احنا هنشوفه النهارده. تهنئه طبعا باذن الله بنهايه المباراه، زي ما احنا شايفين ريمي العراقي بترمي المضرب وخرجت عن شعورها، وزي ما احنا شايفين كابتن بسيم السروجي ريم طلبت وقت مستقطع، من حق اللاعب يطلب وقت مستقطع في اي وقت من المباراه في الاشواط الخمسه. اذا وصلنا لحاله 5 اشواط، انما احنا دلوقتي في الشوط الرابع، بتطلب عند 3 لا شيء او لا شيء 3 وقت مستقطع. بتروح ريمي العراقي لعيبه نادي الزمالك لكابتن ياسر محمد، ياسر حكشه، هي اللي طالبه الوقت المستقطع. في الحاله دي برضه يسرى اشرف حلمي لعيبه النادي الاهلي بتروح للجهاز الفني، سيد لاشين بيقول لها اعملي الكوره كده استنيها، رافع ايديه كده، ده مش سلام، ده بيقول لها اعملي كده واعملي كده وبعدين حط الكرة كده، يوم ان شاء الله ايه البونت يجي كده ولا مش كده؟ طبعا هو كده، مش كده ولا مش كده؟ هو كده ولا ايه؟ وان شاء الله مفيش احلى من كده لسهرة، سهرة حلوة وجميلة، سهرة حلوة وجميلة لتنس الطاولة. بفكركم مرة تانية، دي المباراة التانية في نهائي كأس مصر للسيدات، سيدات تنس الطاولة اللي بتقام على ملاعب صالة نادي الصيد ب 6 اكتوبر. ننزل ارض الملعب بعد انتهاء الوقت المستقطع اللي طلبته ريم لعيبه نادي الزمالك. يا كوره كانت حلوه قوي 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 يا يسرى. وايه بعد الوقت المستقطع بتبقى بتفرق معنويا. شفتوا ريم بتشجع نفسها ازاي؟ شجعت نفسها حقها، قدرت تكسب نقطه بعد الوقت المستقطع. بيديها دافع، بيديها حماس، لكن يسرى هتعمل ايه؟
يا سلام يا الله على الحلاوة والجمال، ومفيش أحلى من كده، ومفيش أحلى من حلاوة الكابتن علي زيوة، مفيش أحلى من كده. معلقنا الكبير رحمة الله عليه كابتن إبراهيم الجويني وحبايبنا الكبار وأساتذتنا أساتذة كرة القدم والتعليق المصري والعربي، كابتن ميمي الشربيني، كابتن أحمد شوبير، نجوم القلعة الحمراء، الشياطين الحمر، الشياطين الحمر، أهم 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 قدامنا. يسرى أشرف حلمي عملت نقطة ولا أروع، بتحسن النتيجة، بتزود وتوسع الفارق لنقطتين كمان، 4-2. عشان إيه؟ تبحث عن الفوز بهذا الشوط إن شاء الله عشان تفوز بالمباراة. قولوا يا رب. كل عشاق تنس الطاولة، وكل عشاق الساحرة المستديرة، كل عشاق الريد، الشياطين الحمر، الريد ديفلز، إن شاء الله يسرى تكسب، وإن شاء الله الأهلي يكسب، ودائما وأبدا بإذن الله. كل الأمنيات دائما لبناتنا وأنستنا وسيداتنا في كل اللعبات، في كل الألعاب، ولناشئنا وناشئتنا ورجالنا وأبطالنا. كرة سهلة سهلة بتشوف خرجت عن شعورها، بتقول يا نهار أسود، لا قولي يا نهار أحمر، مفيش أحلى من كده، هو نهار أحمر وليلة حمراء، وقولوا إيه يا رب. 5-3. استعجال جامد، او شوفوا المسافه، زعلانه يسرى بتشاور بايديها كده، يعني انا كنت المفروض احط الكره شويه، لو هي قريبه شويه هتقدر تضغط على ريم العراقي لعيبه نادي الزمالك، ولكن ما زالت متقدمه في الشوط الرابع 5-4 و6-4. ادي الارسال، ايه الارسال ده اللي كان سيد لاشين رافع ايده من شويه، بيقول لها اعملي كده الكره من فوق واسحبي الكره من تحت والكره تبقى قصيره ورا الشبكه. ريم ما قدرتش تعمل غير انها تحط الكره فين؟ في اخر الشبكه من تحت، ما قدرتش تلعب الكره. 6-5 يسرى. يسرى اشرف حلمي لسه متقدمه على الارسال، ريم العراقي لعيبه نادي الزمالك. 5-6. يا هو ده الحظ، هو ده التوفيق وعدم التوفيق. الكره بتلمس الشبكه، بتغير اتجاهها شويه، بتغير الزمن، فاللعيب بيبقى مستنيها بطريقه معينه وفي وقت معين، بايده زي ما تقول حضراتكم كده ايده بتكلبش شويه. معلش لسه منتصف الشوط الرابع تقريبا، 6-6. ويسرى اشرف حلمي لعيبه النادي الاهلي على الارسال، و7-6. زعلانه متضايقه، ما هو ده اللي قاله بقول لكم سيد لاشين، بيقول لها تاني كرري كرري. خبره طويله، عمر طويل، بقول لحضراتكم تخيلوا الراجل ده بقاله اكتر من 20 سنه كابتن منتخب مصر. ايه ده؟ ربنا الصحه يديك الصحه يا سيد، يا اسد، يا اسد افريقيا. سيد لاشين قارب على ال40، تخيلوا عنده 40 سنه ولسه بيلعب تنس طاولة. هنشوف، انتظرونا ما تمشوش بعد المباريات السيدات في ان شاء الله نهائي الرجال. نقطه حلوه حلوه حلوه، مهمه مهمه مهمه. ليه؟ عشان 8-7 الضغط بيزيد، تتحط ريم العراقي تبقى اندر بريشر، 7-8 تتحط تحت ضغط رهيب رهيب. ويسرى تطمع كمان وكمان في الشوط، قولوا ان شاء الله. يا ولد يا ولد يا ولد، بترفع ايديها بتعتذر ان الكره لمست الشبكه، قصرت شويه، لكن انت يا عم انت المتحكم، يا عم انت اللي مسيطر، يا حبيبي انت اللي ايه، انت اللي قادر. باذن الله تنهي الشوط ده وتفوز لنا بالشوط ده والمباراه عشان يتقدم ان شاء الله النادي الاهلي. قولوا يا رب. 9-7. هي دي هي دي، ولا في غير دي. العب الارسال على اليمين، وهي على اليمين، والكره برضو على اليمين، بس هي ايه عشان ايديها ايه قلنا بتلعب بايديها الشمال، لكن لازم ندي الكره احنا على اليمين عشان نقول ايه جيم بوينت وماتش بوينت.
الصبر، الصبر يا رب، الصبر ملوش حدود عند لعيبه تنس الطاوله. الصبر ما فيش اقوى من كده احساس ولا اجمل من كده احساس عند يسرى اشرف حلمي. كره قدرت تموت نفسها وتحط الكره مره واثنين وثلاثه عشان تبقى كره في مكان صعب جدا، رغم ارتفاع الكره ما قدرتش ريم تخلص الكره، ضربت الكره ولكن بره الطاوله عشان تفوز يسرى اشرف حلمي بالشوط الرابع وتفوز بنتيجه المباراه بتاعتها 3-1 على ريم العراقي لاعيبه نادي الزمالك عشان تخلي المقدمه حمراء، حمراء والله العظيم حمراء، والليله حمراء والنهارده احمر والليله كلها هتبقى حمراء. قول ان شاء الله اما النادي الاهلي يفوز طبعا هناخد الكاس ونمشي، بس ايه هنستنى الكاس الثاني. قول ان شاء الله. كاس مين؟ كاس نهائي مصر لتنس الطاوله لرجال للرجال. ان شاء الله المباراه هتبدا في الرابعه تماما باذن الله. انتظرونا اعزائي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، حضراتكم تابعين دلوقتي اللي لسه جايين قاعدين قدام الشاشه. وانت اما تفتح التلفزيون لازم تخلي الشاشه حمراء، عشان تخلي الشاشه حمراء لازم تفتح وتتفرج على قناه النادي الاهلي. النادي الاهلي متقدم على نادي الزمالك 2-0. المباراه الاولى اعزائي المشاهدين مريم الهضيبي قدرت تفوز بالمباراه الاولى على فرح عبد العزيز برضه 3-1 لتتقدم للنادي الاهلي بنتيجه المباراه في بدايه المباراه وتفتح السكه زي ما قلت لحضراتكم. فتحت الباب عشان من يمدوا ايديهم رويدا رويدا واحده واحده عشان ياخدوا الكاس ان شاء الله. المباراه الثانيه قدرت تفوز يسرى اشرف حلمي على منافساتها وخصمها اللدود الحقيقه ريم كريم العراقي، قدرت تفوز عليها برضه 3-1 عشان يتقدم النادي الاهلي بنتيجه المباراه حتى الان 2-0 على نادي الزمالك. اعزائي المشاهدين بكل الحب بكل التقدير قدامكم اعزائي المشاهدين لحظات الاحماء للنجمه الكبيره، بنقول لها الحمد لله على السلامه عودا حميدا. بنقول لها عودا حميدا من رحلة زواج والحمد لله ورحلة ولادة ربنا أكرمها ورزقت ببنوتة جميلة صوفيا، وما أدراك ما صوفيا وجمال صوفيا. إن شاء الله برضو مشروع لعبة تنس طاولة إن شاء الله. واحد يقول لي الله يا عم دي لسه صغيرة، طب ده كلام. أنا أقول له إيه بقى؟ طب نادين الدولات اللي قدامنا لعيبه النادي الاهلي هتلعب المباراه الثالثه، بنت مين واخت مين؟ بنت الكابتن احمد الدولاتلي رئيس جهاز تنس الطاوله بالنادي الاهلي الاسبق واحد لاعبي مصر ومدير الفني للمنتخب المصري الاسبق. الغريب بقى ان هو دلوقتي المدير الفني ورئيس جهاز تنس الطاوله بالزمالك الاحتراف. ماشي هنشوف بقى نادين هتعمل ايه بعد رحلة الزواج ورحلتها في الحمل والولادة، نشوف هتعمل ايه. هي طبعا الاخت الصغرى لرانيا الدولاتلي ولمحمد الدولاتلي، عيلة كلها تنس طاولة. بقول لحضرتك تنس الطاولة عشق، عشق مش العشق الممنوع، لا ده هو ده العشق المسموح، حب حب جميل. اذا لعبت تنس الطاوله فانت دخلت في الادمان، في مرحله الادمان، ادمان لعب تنس الطاوله. بلاش ناخد الكلام ايه بعيد، لا احنا بندمن لعب تنس الطاوله حب زي ما احنا كلنا كده بندمن حب النادي الاهلي. ننزل ارض الملعب الشوط الاول والمباراه الاولى بين نادين الدولاتلي وسالي أسامة من نادي الزمالك. نادين الدولاتلي لاعبة النادي الأهلي المخضرمة جدا، أحد عناقيد تنس الطاولة المصرية. نادين الدولاتلي بتلاعب الناشئة الصاعدة الواعدة من نادي الزمالك سالي أسامة. دي مشكلة برضو الحقيقة، مشكلة في نادي الزمالك الفردة الثالثة مش موجودة. مع كامل احترامي احنا دايما بنقول الفرده الثالثه او اللاعب الثالث او اللاعبه الثالثه،
هي لسه ليه بيلعبوا بلاعيبه ناشئه؟ لسه ما فيش اللاعبه الثالثه القويه اللي على مستوى ريم، اللي على مستوى فرح عبد العزيز. طيب ننزل ارض الملعب ونتابع ونشوف. يعني لحد دلوقتي الشوط الاول وهي عامله 4-4 و5 4. سالي اسامه انتقلت من نادي الاسكندريه، من مدينه الاسكندريه للاقامه بالقاهره ولعبت لنادي الزمالك. نشوف بنت الشاطئ بنت اسكندريه هتعمل ايه مع نادين الدولتي. الخبره مع الحماسه والجماهيريه، الخبره مع الناشئه سالي اسامه. 6-5 لصالح نادين الدولتلي. ادي زي ما بقول لحضراتكم الخبره، ارسالات بمنتهى، تحس كده انها ايه ما بتلعبش من الاخر كده، تحس انها ما بتلعبش. ارسال ببساطه، لمسه جميله وكره فجاه كده عنيفه، انت في مكان والكره في مكان. و7-5 سالي أسامة على الإرسال، و5-7. يا سلام، بقول لحضراتكم ما بتلعبش، هي ماسكة في إيديها إيه؟ كمانجة ماسكة في إيديها إيه؟ مع بتعزف، هي بتلعب تنس طاولة بتعزف. 5-8 شوفوا حضراتكم الرشاقة، شوفوا السلاسة، ما تحسش إنها بتعمل حاجة. طب إحنا لو اتكلمنا وقلنا نادين الدولات لي فين توأم روحها، فين زميلتها في الملاعب، مين فين؟ طبعا المباراة بيغيب عنها كل عشاق تنس الطاولة عارفين. شوفوا المفاجأة بتاعت نادين، بتحاول تهاجم مرة واحدة كده وتخلص كورة بمنتهى السرعة، لكن طلعت بره الطاولة. طبعا معاها 9-6، مش قلقانة من حاجة، فارقة مش مهم، عايزة تقلب الكورة تهاجم وهي مش معدولة، يعني حاسة مش بسهولة المباراة، ولكن حاسة بان هي متمكنه ومتحكمه في اللقاء. الشوط الاول سالي اسامه على الارسال، و7-9 8-9. نادين زعلت، وربنا ما يوريك بقى لما لعيبه النادي الاهلي بتزعل. ربنا ما يوريك لما لعيبه النادي الاهلي بتغضب. 8-9 8-10 الكرة يا سالي خافت من نادين، والكرة لمست الشبكة، والشبكة خافت تعدي الكرة لنادين. 10-8 خوف موجود في تنس الطاولة؟ اه موجود، مرعب. الشوط الأول نادين أحمد الدولات لي على الإرسال، و11-8 11-8 الشوط الأول برضو أحمر. الشوط الأول للنادي الأهلي، نادين أحمد الدولات لي برضه بتتقدم في المباراة التالتة. أعزائي المشاهدين بفكر حضراتكم معانا اللي لسه جايين بيتفرجوا ويتابعوا اللقاء، النادي الأهلي متقدم على نادي الزمالك بنتيجة اللقاء 2-0، ودي المباراة التالتة. إذا فاز النادي الأهلي ينهي اللقاء ويفوز بكأس مصر موسم 2018-2019. إذا قدرت سالي أسامة، هل ده وارد؟ يعني أشك، لكن متاح وموجود ان ممكن. هل سالي ممكن تكسب؟ يعني استبعد، ولكن انا اعتبره احتمال موجود طالما اللاعبات بتلعب، فده طبيعي متاح. ولكن زي ما شفتوا التحكم والقدره لنادين احمد الدولاتلي اللي انهت الشوط الاول 11-8 يتقدم وتضع النادي الاهلي في المباراه الثالثه في مقدمه المباراه والشوط الاول. عايز اقول لحضراتكم كان لازم نتكلم الحقيقه على نجمتنا المحبوبه نكمل في اول توقف. اقول لحضراتكم حلوة قوي قوي قوي
حلو قوي التوب سبين الجميله من نادين الشوط الثاني، والتقدم 3 لا شيء. 3 لا شيء على الارسال سالي اسامه، ولا شيء 3. ايه العمق ده؟ ايه ده؟ ايه الاستقبال الغير طبيعي ده؟ بتستقبل الارسال بمنتهى السلاسه، حط الكره بعمق، زقه محذوفه مقطوعه جميله في نص الطاوله مره كمان. بقول لحضراتكم الخبره، خبره نادين احمد الدولتلي بتتقدم في الشوط الثاني للنادي الاهلي 5 لا شيء، وكانت عايزه تخلص اهو زي ما حضراتكم شايفين، عايزه تنهي النقطه دي كمان، عايزه تنهي الكوره عشان تزيد الفارق لستة لا شيء، ولكن بره الطاوله. ينتقل الارسال لسالي اسامه لاعيبه نادي الزمالك 1-5. نادين الدولتلي المهندسه، نادين والله مهندسه بتهندس، لا بجد مهندسه، خريجه هندسه مواليد 22/6/93، يعني 25 سنة كده، مفيش أحلى ولا أجمل. خمسة تلاتة سالي أسامة، يعني أهو بتحاول. شوفوا بقى نادين بتكلم نفسها إيه، يعني أنت عمالة تكر الكور كده، بكور بتضيعي كور كده، يعني ينفع كده؟ لا ما ينفعش كده، إحنا ما حسدناكيش يا باشمهندسة. تخيلوا من 5 لا شيء، هي دي تنس الطاولة، عمق تنس الطاولة، متعة رياضة تنس الطاولة، من 5 لا شيء لخمسة خمسة وهي دي متعة تنس الطاولة والله. وستة خمسة، تخيلوا خسرانة 5 نقاط متتالية وبتجيب 6 نقاط متتالية. طب نادين هتسيبها؟ أشك. نتفرج وننزل ارض الملعب، وسالي اسامه على الارسال وستة خمسة وسبعة خمسة، 7 نقاط متتاليه. نبص بقى كده نادين هتعمل ايه، نشوف بقى الشراسه الاهلاويه، نشوف روح الفانيلا الحمراء، نشوف غضب الاهلاويه، الغضب المسموع، انا قلت العش المسموع. 5-7 يا ساتر، حظ في توقيت غير مناسب، ولكن ابتسم الحظ لسالي أسامة عشان تاخد 8 نقاط متتالية. وتيجي كرة في الشبكة برضه عشان تاخد نقطة 9. إيه رأيكم في الروعة دي؟ مفيش أحلى ولا أجمل من كده، منافسة شريفة، منافسة جميلة. 9 نقاط لسالي أسامة لعيبة النادي الأهلي. شوف بقى عندها 17 سنة، مواليد 1/10/2002، بتلعب تنس طاولة وهي عندها 5 سنين كده، أنا متابعها من زمان. طيب أدي أول نقطة بعد الخمس نقاط اللي فازت بيهم نادين أحمد الدولتي، بتحسن الفرق وتقرب لستة تسعة. لا دي لا، نادين كان لازم تتلف بجسمها وتخلص الكورة بالضربة الأمامية، وتخلص الكرة فينش، تنهي الكرة، ولكن يعني انا شايف عندها كده ايه، هدوء انفعالي، مرتاحة طبعا، زمايلها فتحوا لها الماتش، زي ما بقول لحضراتكم زمايلها فاتحين المباراة خالص، الاهلي متقدم 2 لا شيء في نتيجة اللقاء، ولكن شوط غريب، شوط عجيب، هدوء. نشوف الكابتن طارق بيقول لها ايه، هو بيقول لها العبي الكرة بالراحة، المس الكرة بس، عدلها الكرة، يعني العبي بالخبرة زي ما عملت في الشوط الأول، هنشوف. أو بيقول لها بس لف الكرة بس، مش مطلوب منك أكتر من كده. طبعا واضح رد الفعل على الكابتن أحمد عياد وعلى مستر زانج وعلى الكابتن سيد لاشين. طبعا نادين يمكن بس علشان لسه ما وصلتش للتوب فورم زي ما بيقولوا، راجعة من بقولت لحضراتكم من رحلة ولادة، فيدوب بدأت تتمرن، وما أدراك بقى، يعني طفلة في سن بنتها دي، شهور لسه، شهور بسيطة،
والله كابتن انجي مامتها احد مدربات النادي الاهلي ولاعبات النادي الاهلي السابقات، بتقعد كده هي حاطه بنتها حفيدتها بقى على رجليها ونادين بتتمرن. في كده في كده في كده في كده في الرياضه، في كده في الرياضه. ما هو انت ما بتاخدهاش بالساهل، ما بتجيش بالساهل. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. ولما تيجي تتكلم بقى على النادي الاهلي بتيجي كده، بتيجي كده، وكز على اسناني قوي واقول بتيجي كده بشراسه، بشراسه. واضح ان في طير احد الطيور في الصاله، في سقف الصاله اتحرك او حاجه، وقع يمكن شيء من العش بتاعه او العصب الريش. فحكم المباراه وقف المباراه للحظات. نستغل الفرصه دي ونتكلم على حبيبتنا ومعشوقتنا ومعشوق التنس الطاوله، نجمتنا جميله الجميلات، بطله مصر لسنوات وسنوات، دينا علاء مشرف، اللي الحقيقه غيابها عن المباراه حرمنا من متعه المشاهده، من ان احنا نشوفها ونمتع نفسنا ونمتع جمهورنا، جمهور النادي الاهلي العظيم. لكن هي موجوده على الدكه جايه تحضر مع زمايلها اصابه في بطوله البرتغال، البروتور، بطوله البرتغال الدوليه، اصابه كبيره جدا وقويه جدا في كتفها الشمال. احنا عارفين ان دينا علاء مشرف بتلعب بايديها الشمال. سبق البطوله اللي كانت فيها دينا في البرتغال انها كانت في معسكر قبل البطوله للاعداد، فالظاهر ان هي تقلت جامد على نفسها وشدت على نفسها جامد في التمرين، فحصل لها اصابه كبيره في كتفها الشمال، وعرضت نفسها على طبيب البطوله اللي منعها من اللعب، ادها تعليمات بل امر انها ما تلعبش، الا انها فضلت اللعب. طبعا سفر ومشقه وتدريب عشان توصل للمستوى البطوله بياخد وقت طويل واعداد كبير. دينا علاء مشرف بنت النادي الاهلي في المحافل الدوليه مشرفانا في كل حته، حقيقه هي بطله مصر وبطله العرب وبطله افريقيا، ترتبها داخل افضل 40 لاعبه على مستوى العالم. وما ادراك ان تكون احد افضل 100 لاعب او لاعبه في العالم. وعندنا بقى اساطير لما نيجي نخش في مباراه الرجال هنتكلم كتير قوي 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 على لاعبات او على لاعيب النادي الاهلي ولاعيب مصر اللي تحت ال 100 الاوائل على مستوى العالم. حاجه فظيعه، حاجه جميله مشرفه سواء للنادي الاهلي او لمصر. فعايز اقول لحضراتكم ان دينا يمكن ما قدرتش تكمل البطوله، انما هي خدت حقنه قويه جدا عشان ما تحسسهاش بالالم، وده ادى الى تفاقم الاصابه ورجعت وتتعالج وضغطت على نفسها برضو عشان تلحق بالمباراه. لكن الاطباء النادي الاهلي اصحاب الكفاءه العاليه ادوها اوامر انها ما تلعبش، وطبعا ثقه من الجهاز الفني في زملائها وزميلاتها الحقيقه ما موجوده معاهم على الدكه، قاعده بتتابع المباراه عن قرب الحقيقه، رغم انها كان ممكن تشاهد المباراه من قناه الاهلي الا انها فضلت انها تتواجد في ملعب المباراه. عايز اقول لكم انها عملت حاجه من اروع ما يكون، تاريخ ما بعده تاريخ. معلش بنطيل في الحديث عن دينا علاء مشرف لانها تستحق الحقيقه. دينا كانت بتلعب في نادي ستورفورد في الدوري السويدي، تخيلوا حضراتكم انها شاركت في الفوز مع هذا النادي بالدوري السويدي لتنس الطاوله. واو واو مرة كمان واو. طبعا بتفوز على بطلات السويد، بطلات اوروبا المحترفات في الدوري السويدي، وبتنتقل بعد كده في صفقة احترافية اخرى، ولكن من الدوري السويدي الى الدوري اليوناني، راحت لنادي جديد اسمه تافروس في الدوري اليوناني، طبعا كله دوري ممتاز
تنس الطاوله وفيها دوري ممتاز ودوري درجه اولى او يعني اللي تحت الدوري الممتاز، دوري الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه والدرجه الرابعه، وفي احتراف كبير جدا 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 جدا. كمان في احتراف في دوريات عالميه لدوري رواد تنس الطاوله. ومؤخرا النادي الاهلي اهتم جدا 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 وشكل جهاز فني وشكل فريق كبير جدا 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 من رائدات ورواد تنس الطاوله داخل النادي الاهلي. وليه لا؟ ليه لا؟ ليه ما نديش الناس الفرصه تعيش وتتمتع؟ ليه؟ خصوصا ان يا جماعه الناس دي عندها دم احمر، دم اللي بيمشي في عروقها دم احمر، مش عايزه تبطل الرياضه اللي اتقتلت واللي بعدت عنها سنين. كابتن محمود الخطيب من فتره منذ توليه رئاسه مجلس اداره النادي الاهلي اهتم جدا 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 بالرائدات ورواد الالعاب وخصوصا تنس الطاوله معشوقه الجماهير، فشكل فريق كبير جدا جدا بيشارك في بطولات الجمهوريه وبيأدي. عايز اقول لحضراتكم ايه السبب بقى انتقال رغم قوه الدوري السويدي عن الدوري اليوناني بالنسبه لدينا علاء مشرف. قالت لي ان هي بتروح مرتين في السنه في شهر نوفمبر وفي شهر مارس، كل مره اربع ايام بس، وطبعا عشان السفر والطيران والحجز والحاجات دي كلها، فهي فضلت ان هي تروح الدوري اليوناني، وده عشان اقرب ليها عشان تعرف تركز مع النادي الاهلي وتعرف تركز مع منتخب مصر عشان رحله البحث عن الذات والبحث عن تحقيق هدفها من انها تصبح الاروع في تاريخ تنس الطاوله في مصر حتى الان. اعزائي المشاهدين، 1-1 المباراه الثالثه والشوط الثالث، ونادين احمد الدولاتلي على الارسال الشوط الثالث و1-2. اتوقف اللعب الحقيقه شويه، معلش مش مشكله، لعيبه بردت يمكن سنه صغيره، نادين زعلانه لان هي كانها بتعاتب نفسها، انا اللي عملت كده، انا اللي عملت كده في نفسي، انا كنت ماسكه المباراه، ما كانش في داعي ان انا اديها فرصه تبدا تلعب. سالي بتعتب، سالي اسامه بتعتب على نفسها، ونادين بتكز على اسنانها، تضغط على شفايفها، بدات اهي تتنطط كده في مكانها، يعني يلا اتنين تلاته. لكن سالي اسامه لعيبه نادي الزمالك على الارسال و3-2. وادي توب سبين جميله من نادين الدولاتلي، ما قدرتش ترجع الكوره الحقيقه سالي اسامه، لتتعادل نادين الدولاتلي لاعبه النادي الاهلي اللي بتدافع عن اسمها واسم النادي الاهلي امام نادي الزمالك. و4-3 بدات تتحرك وتشد بايديها، وانا كده تمام، الجهاز الفني بيشجعها، ايوه كده 4-3. خمسة تلاتة في كورة، ولا أروع ولا أجمل من كده. فولي، مش فولي بول، لا، اتاخدت الكورة فولي، خطف كده من فوق الطاولة، يا دوب الكورة لمست الطاولة ومن آخر مكان للكورة من فوق قدرت إنها تلعب سبن بسبن سريعة جدا، مهارة عالية جدا 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 في تنس الطاولة. يا سلام على يا إيه ده؟ إيه الريست ده؟ ريست ملبن، رست ايديها ومنتهى القدره على التحكم في انها تسيطر على السبين او التوب سبين اللي لعبته سالي اسامه، تحط الكره بمنتهى التحكم والهدوء عشان تكسب النقطه، ما تقدرش سالي ترجع الكره ليزيد الفارق الى 3-6، فارق 3 نقاط لصالح نادين احمد الدولاتلي لاعيبه النادي الاهلي. ادي الحظ بقى، بقول لحضرتك الكور الحظ دي، الكور دي مش مقصوده، متاحة ومشروعة، اللعيب ما بيقصدهاش أحيانا إلا إذا كان لعيب وصل من المهارة ما يفوق قدرات البشر. ممكن يلعب الكرة تضرب في الشبكة في النت وتعدي، ممكن يضربها في آخر الطاولة. حلوة جدا، أيوة كده، أيوة كده، الله عليك يا نادين، حلوة قوي،
يا ام صوفيا. كرة جميلة، فينش جميل، بعيدة جدا جدا جدا، وروح هاتيها يا سالم من عند الحجز. وسبعة أربعة وثمانية أربعة، مش مديها فرصة. بقول لحضرتك كرة يا دوب بتنط على الطاولة، هي بالفور هاند بتسحبها وتموه. لو لاحظتوا الكرة اللي فازت بيها من شوية اللي قبل دي كانت على الفور هاند بعيدة، والمرة دي سالي راحت عايزه مستنياها على الفور هاند برضه ناحيه اليمين، موهت نادين وحطيتها ناحيه الشمال عشان توسع الفارق لاربع نقاط، بتصبح النتيجه 4-8 لصالح نادين الدولات. بترد سالي كره بعيده برضه نادين، ايه يعني برضه هترجع تاني تريح اللعب. بتكلم نفسها العام 5-8 لسه الفارق موجود. الشوط الثالث 5-8. يا ولد يا ولد، شفت بقول لحضراتكم التركيز الدقة المهارة. بعيد عن ايدين سالي، خرجتها بره الطاولة بتمويها كده جميلة. سالي لحقت الكورة بس ما قدرتش تحطها على الطاولة. وتسعة خمسة، شوف الكورة لمست الشبكة، مقصودة؟ لا مش مقصودة. 10-5 الشوط الثالث. أعزائي ومشاهدي ومحبي قناة الريد، قناة الريد ديفلز، قناة النادي الأهلي. ونقطة، شوفوا بقى حضراتكم، أدي الكورة ممكن تعدي ممكن ما تعديش، ممكن تيجي ممكن ما تجيش. 10-6 لسه نادين الدولات لي لديها أربع فرص متتالية جيم بوينت تقدر تخلص بيهم الشوط. سالي على الإرسال و16. يا ترى نادين عايزة تأثر الكورة. أهو شوفوا حضراتكم، مستر زانج بيشجع، كابتن احمد عياد بيشجع، كابتن طارق فوزي لعب الكره بايديه وهو قاعد، وديها شويه وديها شويه. 17 فرصه قدامها لسه ثلاث مرات للفوز بهذا الشوط، قولوا ان شاء الله. وفعلا من اول نقطه قدرت ان هي تفوز بالنقطه الاخيره في هذا الشوط عشان تفوز بالشوط الثالث 11-7 لتتقدم في هذه المباراة 2-1 بنتيجة أشواط 2-1 لتضع الأهلي مرة أخرى في المباراة الثالثة في المقدمة على نادي الزمالك. باقي شوط قدامنا باقي مباراة قدامنا. لا هو شوط واحد إن شاء الله. إذا فازت نادين أحمد الدولات بهذا الشوط تفوز بالمباراة، ويفوز النادي الأهلي بالمباراة، ويفوز بإيه؟ بالمباراة، وإيه كمان؟ وياخد الكاس ويمشي. الله عليه، الله عليه من كاس. عرق وتعب سنين وتعب شهور وسهر ليالي. فترات تدريبية، أوعى تفتكر إن البنات اللي إحنا بنشوفهم قدامنا دول ده تمرين سويدي وجري وفتنس ولياقة بدنية وتنس طاولة. وأدزل حضراتكم وشايفين قدامكم خبير صيني، وقبل كده يفريموف في النادي الاهلي، مستر يفريموف من بيلاروسيا. النادي الاهلي ما بيبخلش، وكمان ايه ما بيزعلش، لا بيزعل اذا البطوله بعدت او راحت، بيزعل اذا حد خسر بيزعل. ليه؟ عشان ما بيحرمش لعيبته من فرصه او اهداف او معطيات الفوز بالبطوله. والنادي الاهلي ما بيديش جوائز للمركز الثاني، ممكن يساعد، لكن دايما النادي الاهلي يبحث فقط عن المركز الاول. انا بطل يبقى انا ما اقدرش. في لاعب في النادي الاهلي ابن احمد البرهامي قال لي في مره، قال لي انا لو انا ما باخد مركز ثاني انا بزعل ما بفرحش. ليه؟ لانه هو بطل مصر. يوسف عبد العزيز قال نفس الكلام. مروان عبد الوهاب فاز ببطوله 18 سنه في صالة اتحاد الشرطة الرياضي فردي بطولة الجمهورية اللي كان من 15 يوم. مروان عبد الوهاب فاز ببطولة 18 سنة، ولما خسر فردي 21 سنة قعد يعيط وزعلان انه خسر ال 21 سنة. لعيب النادي الاهلي لا تشبع ابدا، دايما متعطشة للفوز. نشوف نادين الشوط الرابع بتقول حط الكورة 3-2. طبعا احنا كسبانين 2-1
نادين متقدمة للنادي الأهلي في المباراة الثالثة. إذا النادي الأهلي فاز بهذا الشوط هيفوز 3-0. إذا نادين فازت بالشوط ده هتبقى فازت بالمباراة 3-1. وتوب سبن جميلة وتشد على أيديها طبعا وتكز وتكز على أسنانها. عايزة 4-2، محتاجة النقطة، محتاجة الفوز. ليه؟ يعني من معطيات تنس الطاولة والتشكيل اللي اتعمل في تنس الطاولة طوال المباريات وهذه المباراة بالذات، كابتن طارق فوزي حاطط نادين الدولاتلي في المباراة الثالثة، يعني قبل الجواز وقبل الحمل والولادة واستعدادها. كانت نادين مع دينا مشرف على طول نمرة واحد، نمرة اثنين، فهم برضو مشفقين عليها انها ما تأخرتش ورجعت لحالتها البدنية الى حد كبير ومستواها. وادي وقت مستقطع وخمسة اثنين، وقت مستقطع اعزائي المشاهدين منه 60 ثانية. اللي طلب الوقت المستقطع من حقه يقطع الوقت ويرجع، وفي الحالة دي اللاعب الثاني يدخل على الطاولة على طول. افكر حضراتكم مرة تانية ان النادي الاهلي كان في مجموعة الاهلي والمعادي وسموحة المباريات التمهيدية. طبعا النادي الاهلي فاز على المعادي 3-1 وعلى سموحة السكندري 3-1. عشان بعد كده يقابل طبعا في دور الثمانية، كانت المباراة كلنا عارفين باي لأن النادي الأهلي مصنف أول على البطولة، وبعد كده لعب في السيمي فاينل مع نادي سبورتينج السكندري. النادي الأهلي برضو فاز بنتيجة المباراة 3-0 عفوا. ودلوقتي وصلنا للمباراة النهائية و5-3 نادين الدولاتلي وسالي أسامة، النادي الأهلي مع نادي الزمالك الصديق اللدود، دائما قطبي الرياضة المصرية، المنافسة تحتدم دائما وأبدا بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. حلوة، كرة جميلة جدا 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 من بقول لحضراتكم عقلة وراسية كده، خبرة ولا ايه؟ 6-4. بقول لحضراتكم النادي الأهلي في تاريخ مباريات كأس مصر لم يهزم من نادي الزمالك. واو، أظن ما فيش ولا أروع ولا أمتع ولا أجمل، منتهى الفخر إن النادي الأهلي متصدر متزعم بطولات السيدات لكأس مصر على مر العصور ومر التاريخ. 7-4. عايز اقول لحضراتكم في خلال مباريات البطوله جهد كبير ومشرف كابتن محمد رفعت بسيوني مدير المسابقات والاستاذ علاء سعيد عضو لجنه المسابقات والتصنيف المصري بالاتحاد المصري لتنس الطاوله. حقيقه الناس بتشتغل بتعمل مجهود كبير وجبار. مهندس المحاسب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاوله ومجلس الاداره المعاون الحقيقه والزملاء كلهم بيقدموا مجهود كبير جدا 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 لنشر وانجاح اللعبه. 9-4 اعزائي المشاهدين كاس مصر على بعد نقطتين متتاليتين، وادي واحده منهم النادي الاهلي على بعد خطوه النادي الاهلي على بعد خطوه من كاس مصر موسم 2018-2019. يا سلام يا نديم، يا سلام على التقسيم، يا سلام يا نديم، يا سلام على التقسيم، يا سلام على كاس مصر. قلت لحضراتكم النادي حمرة الليلة، حمرة النادي الاهلي ينهي ونادين تنهي على سالي أسامة في الشوط الرابع 11